سيدي أبي عبد الله الحسين، من المعلوم أنه قتل في كربلاء في العراق ودفن جسده هناك. نعم. رأسه حمل إلى الكوفة ثم نقل من الكوفة مع رؤوس من قتل واستشهد من أهل البيت والأنصار إلى دمشق، إلى عند يزيد بن معاوية الذي تزعم الأمر. 14 رأس التي نقلت دفنت هناك في مقبرة باب الصغير في دمشق، وأما رأس سيدنا الحسين فوضعت في خزانة الآن أصبحت في الجامع الأموي أياما، ثم أخذت وطيفة بها على المدائن، ثم دفن في عسقلان في فلسطين. أسأل الله أن يفرج عن فلسطين وأهلها. كل القلوب إلى الحبيب. ومرت القرون ورأس الإمام الحسين مدفونة في عسقلان، حتى جاءت الحروب الصليبية وبدأت تغزو بلاد المسلمين، وكانوا يمثلون بالأضرحة المعتبرة المعظمة عند المسلمين وبالمشاهد. فأرسل الوزير الفاطمي في مصر 30,000 دينار من الذهب إلى والي عسقلان وقال لهم: بش مشهد الحسين وأرسل لنا برأسه لنضعه في مكان حصين فلا يعتدي عليه معتد. فنبشوا المكان المشهد وكلهم إجلالا وإعظاما. فلما وصلوا إلى الموضع الذي فيه الرأس ورفعوا الرأس الشريفة وجدوها تقطر دمعا بعد مئات من السنين، وكأنها قطعة الساعة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أحملت إلى مصر، وخرج خليفة مصر حافيا على قدميه مع حاشيته إلى سيناء يستقبل الرأس الشريفة، وغسلوها على خشبة لا تزال موجودة إلى الآن، ووضعت في كيس كفنة، ثم وضعت في صندوق من الأبنوس، ووضعت في أحد قصور الفاطميين، ودفنت وأقيم عليه المشهد الموجود الآن. المدد يا رسول الله، المدد يا حبيب الله. ربي واجعل be in.